يا مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج الترند على قناة الأهلي. بنحيي كل متابعينا ومشاهدينا من خلال قناة نادينا الحبيب. النهاردة حلقة غاية في الأهمية، عندنا فيها تفاصيل كتير جدا جدا عايزين نتكلم فيها كالعادة، وبالتحديد فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل السلبي في مباراة المقاولون بالأمس في بطولة الدوري وفي المراحل الأخيرة من هذه البطولة. والأهلي تعطل، والأهلي الفرص بالنسبة له بتتصعب بشكل كبير. فيعني عندنا حديث مهم جدا بخصوص هذه المباراة وبخصوص ما هو متوقع حدوثه خلال الفترة القادمة بالنسبة للفريق والمطلوب إيه تحديدا. ودايما احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح مع جمهور النادي الأهلي، وده يعني دايما اللي بينتظره جماهير النادي الأهلي من خلال شاشة قناة النادي، واكيد في تقدير كبير جدا جدا لحزن الجماهير عقب هذا التعادل وعقب يعني المستوى يمكن اللي مش قد كده اللي بيقدمه الفريق على مدار الفتره اللي فاتت. وطبعا في اسباب وفي عوامل كتير احنا عارفينها، مش هنقعد نعيد ونزيد فيها، لكن برضو في اسباب بتتعلق بالفرقه نفسها برضو لازم هنأكد عليها. عشان كده مستني تفاعل حضراتكم من خلال سؤال حلقه النهارده، وفي رايكم لازم تشاركوا معانا وتقولوا لنا يعني رايكم في اسباب التعادل امبارح ما بين الاهلي والمقاولين. هناخد تفاعلكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. عندنا كمان بعض الاخبار المحليه والعالميه اكيد هنتطرق ليها في اجزاء لاحقه من حلقه اليوم، لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الاهلي: الفريق راح اليوم وسيعني في تدريباته غدا. وفي الترند المحلي: البرازيلي ميكالي يقترب من تدريب المنتخب الأولمبي. أما في الترند العالمي: رونالدو يظهر من جديد مع مانشستر يونايتد. النهاردة في عدد من المباريات في بطولة الدوري، المباريات كلها أهم من بعض في الحقيقة، سواء في إطار المنافسة على القمة أو حتى في إطار المنافسة على القاع. وانا هنا بتكلم بالتحديد على ما تبقى من مباريات بشكل عام في هذا الموسم. النهارده غزل المحلة عنده ماتش مهم مع سموحه الساعه 6:30، هي مباراه مهمه لفريق غزل المحلة عشان يحاول يهرب من صراع الهبوط. سموحه طبعا خلاص يعني استقر في الدوري وفرقه كبيره مميزه بكل تاكيد. في نفس التوقيت الساعه 6:30 هتكون مباراه سيراميكا كليوباترا مع ايسترن كومباني، وهي مباراة أيضا مهمة جدا لإسترن. ليه؟ عشان برضو بيحاولوا يهربوا من صراع الهبوط، هما في المركز قبل الأخير لكن فارق النقاط ما بينهم وبين صاحب المركز ال 15 في بطولة الدوري، يعني فرق نقطتين أو حاجة، فالأمور تقدر أو يقدروا يعوضوها بشكل أو بآخر في ظل المستوى المميز اللي يقدمه الكابتن علاء عبد العال المدير الفني مع هذا الفريق. الساعة 9 بالليل ماتش طلاع الجيش مع الاتحاد السكندري، وأيضا مباراة مهمة بالنسبة للفرقتين. طلاع الجيش عايز يستعيد انتصاراته، وفي نفس الوقت الاتحاد السكندري عايز يعني الأمور بالنسبة له تتحسن بشكل أفضل من كده بكتير. ده فيما يتعلق ببطولة الدوري المصري الممتاز. أما في كأس السوبر الفرنسي، مباراة مهمة جدا ما بين باريس سان جيرمان وما بين نانت الفرنسي. نانت ده اللي انتقل لنجم منتخب مصر مصطفى محمد، وأكيد هيكون ليه دور النهاردة في المباراة اللي هتكون الساعة 8 بالليل. نتمنى له التوفيق بما أنه بيمثل اسم مصر في مشواره الاحترافي. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف يعني الدوريات المختلفة أو البطولات المختلفة حول العالم. يعني طبعا لسه البطولات هتبتدي والدوريات هتبتدي في أوروبا، وبالتحديد الدوري الإنجليزي يوم الجمعة اللي جاي، فكل الناس تترقب البطولات المثيرة للغاية أبرزها طبعا الدوري الإنجليزي. هروح لفصل سريع، بعد الفصل عندنا كلام كتير قوي اسمعوه وركزوا فيه معانا، وهنقول لحضرتكم كل اللي انتوا نفسكم تسألوا فيه وكل اللي انتوا بتحاولوا تتنبأوا بيه بخصوص مستقبل النادي الأهلي. فاستنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. امبارح النادي الاهلي تعادل مع المقاولين العرب في بطوله الدوري في مباراه كانت مهمه جدا بالنسبه للفريق في اطار المنافسه على البطوله دي الغايبه عن النادي من سنه او الموسم اللي فات يعني تحديدا. وللاسف الاهلي كده يعني فرصه بتقل في الفوز ببطوله الدوري، فرص اكيد بتقل طالما بتتعادل وانت كده كده في فرق نقاط ما بينك وما بين المتصدر اللي هو نادي الزمالك، فبالتالي كمان انت بتصعب الامور عليك اكتر واكتر. وفي الحقيقه الواحد بعد ما كان منتظر مباراه الزمالك وبيراميدز بحيث ان مثلا بيراميدز يتفوق على الزمالك يفوز او يتعادلوا، فبالتالي الامور تبقى لسه يعني مشتعله للغايه،
دلوقتي الوضع بقى اصعب، حتى لو الزمالك خسر من مباراه بيراميدز انت دلوقتي مش منتظر تعثر الزمالك فقط، انت منتظر تعثر الزمالك وبيراميدز الاثنين في نفس الوقت عشان يكون عندك فرص في بطوله الدوري. الكلام المهم ان الايه اللي الاهلي كده كده احنا متعودين من خلاله ان احنا بنلعب لاخر نفس، بنلعب لاخر لحظه، بتحاول تعمل كل اللي عليك طبقا للظروف الحاليه والعوامل الحاليه اللي او العقبات الحاليه اللي انت بتتعرض ليها، من حيث الاصابات، من حيث جوانب تحكيميه مختلفه، من حيث حاجات كتير جدا بتاثر على الفريق بشكل او باخر يعني. فهتحاول تعمل كل اللي عليك وتنتظر لعل وعسى ان ربنا يكون كاتب لك البطوله وتبقى من نصيبك، ولازم الاهلي هيعمل ما بوسعه، اللاعبين يقدموا ما بوسعهم بشكل اكبر من كده بكتير بكتير بكتير، والجهاز الفني عشان يحافظوا حتى لو على نسبه ضئيله جدا جدا بخصوص المنافسه على بطوله الدوري. وبالمناسبه يا جماعه كل حاجه وارده في كره القدم، كل حاجه وارده، لكن في نفس الوقت احنا ما تعودناش ان احنا نقول الكلام ده بمنتهى الصراحة. يعني مش متعود مثلا، بقالي كتير جدا في قناة الأهلي وحاجة بتشرف بيها يعني. مش متعود إن أنا أطلع أقول الكلام ده، إن إحنا منتظرين ونشوف ويمكن الفريق ده يخسر الفريق ده، إحنا مش متعودين على كده بصراحة، حاجة غريبة شوية بالنسبة لي، لكن هو ده الوضع الحالي. وأكم من الأندية العالمية واللي عندها تاريخ عظيم زي النادي الأهلي بيمروا بفترات زي دي. فترة فيها كبوة. الأسباب كتير لكن موجودة وفي نفس الوقت مش أعذار، بس هي كبوة. واللي بيشجع الأهلي وهو بيكسب لازم يقف في ظهر الأهلي وهو بيخسر، دي حاجة طبيعية جدا وحاجة مفروغ منها، وهو ده جمهور النادي الأهلي وده أمر مؤكد. بنزعل وبنغضب وبعد الماتش الواحد ما بيبقاش طايق نفسه، بس في نفس الوقت هي دي فرقتنا اللي احنا بنحبها وبنعشقها، هو ده نادينا اللي احنا بنحبه وبنعشقه، واللي هنفضل وراه وفي ظهره في الحلوة وفي المرة قبليها. دي حاجة مش محتاجة أي نقاش بالنسبة لنا يعني. بالنسبة لنا وبالنسبة لفئة كتيرة جدا من جماهير النادي الأهلي المحترمة يعني. لكن بصراحة لا، حقنا نزعل وحقنا نتضايق، وفي نفس الوقت واحنا بنزعل ونتضايق لازم نشوف الأسباب ونشوف لها حلول. والاسباب والحلول احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس هنتكلم فيها تاني، لان ده امر كان مهم جدا جدا. لكن في جزئيه اكثر اهميه من وجهه نظري، هي ايه؟ انا واحد من الناس مثلا واحد من جماهير النادي الاهلي يعني، كنت منتظر من بعض اللاعبين ان هم يستغلوا فرصه زي اللي جات لهم في الفتره اللي فاتت ان هم يشاركوا بعض اللاعبين. ليه؟ لان احنا عارفين الاهلي مثلا عنده فرقه تقيله قوي اساسيه كلام من ده، بس معظمهم مصاب، فبالتالي العناصر ما كانتش بتشارك، جات لها الفرصه انها تشارك. هل هم استغلوها ولا ما استغلوش الفرصه دي؟ الرد لحضراتكم، بس انا كنت امل ان يبقى في استغلال للفرصه بشكل افضل من كده بكتير، بشكل افضل من كده بكتير، عشان تثبت جدارتك بالتواجد جوه النادي الاهلي، عشان تثبت انك تستحق انك تلبس التيشيرت ده الغالي قوي ده التقيل قوي ده اللي أي حد بيتمنى إن هو يلبسه ويلعب بالتيشيرت الأحمر، أي حد يتمنى يلعب يبقى لابس تيشيرت الأهلي كده ويلعب بيه، يا راجل ده يعني سيبك إن أنت تلعب على المستوى الرسمي مع الفريق الأول مثلا أو مع فرق ناشئين، الناس بتلعب بالتيشيرت بتاع الأهلي في الشارع، ده بالنسبة لهم تبقى حاجة كبيرة جدا. ففي نفس الوقت في البعض لازم يقدر حاجة زي كده جامد جدا يعني، لو أنا لابس التيشيرت الأحمر بتاع الأهلي ده فأنا لازم أكون قد التيشيرت ده، لما يجيلي فرصة امسك فيها بايدي واسناني ما فوتهاش خالص. في البعض فوت الفرصه دي والبعض القليل مسك فيها، البعض القليل مسك فيها. وهنا الجزئيه الاهم بقى اللي هي ايه، احنا هنا يا جماعه عشان نطمن جمهور الاهلي، هل الناس في النادي واخده بالها من السلبيات دي او من بعض المواقف دي او من بعض الاخطاء دي؟ مؤكد ما تتعبش نفسك في التفكير في حتة زي كده، أكيد واخدين بالهم وأكيد عارفين السلبيات وعارفين الأخطاء وأكيد عارفين هيعالجوها إزاي، ده شيء مفروغ منه مش محتاج أي نقاش. الجزئية التانية، هل الناس دي هتجيب صفقات قوية؟ مؤكد، أصل ما ينفعش، لازم يبقى في صفقات قوية، لازم يكون في صفقات من نار، اللي هو إيه؟
بالمناسبه انت عندك فرقه تقيله وعندك لعيبه كويسه قوي، لازم تستمر. في لعيبه هتتغير، ده طبيعي حتى لو انت واخد كل البطولات. بالمناسبه يعني انت كده كده الفريق البطل لازم بيدعم، يفضل يدعم يدعم، لان هو بينافس على كل البطولات. واكتر فريق بطل هو النادي الاهلي، اكتر فريق حصد الالقاب هو النادي الاهلي، اكتر فريق بينافس في كل البطولات هو النادي الاهلي. فطبيعي هتلاقي في لعيبه هتخرج وفي لعيبه هتيجي. الناس شغاله على كده ولا لا؟ طبعا شغاله على كده، عارفين مين اللي هيخرج بالتنسيق مع الجهاز الفني، وعارفين مين اللي هيجي كاسماء قويه، صفقات من نار تخلي المستوى هو هو، مش عايز اقول متقارب، هو هو ما بين العناصر الاساسيه والعناصر اللي على الدكه اللي هي اكيد برضو لعيبه مهمه، بحيث انت لما يحصل عندك ظروف زي دي وعوامل تاثر عليك زي دي يبقى عندك البديل اللي يشيل الفرقه اللي ما يخليناش في الوضع ده. كلام فيه حاجه غلط؟ كلام فيه اي يعني نوع من انواع مثلا التهكم او حاجه؟ لا خالص، احنا بنتكلم طبقا اللي شفناه الفتره اللي فاتت، نتكلم طبقا او نظرا لحبنا للنادي الاهلي، بنتكلم بشكل واضح جدا وصريح جدا عشان مصلحه الاهلي. حته ان احنا نحاول نزوق بقى الكلام ونجمله وكلام من ده وبتاع، ده كلام يعني مش في صالح النادي خالص خالص يعني. فلا، الاهلي محتاج طفره تعاقديه باسماء قويه، باسماء تقدر تضيف للفرقه، باسماء تلحقك في المواقف اللي زي دي. في اعذار، في اعذار منطقيه طبعا، ما احنا مش عايزين كل حاجه نشيلها للناس. في مسؤوليه كبيره جدا بتقع على اللاعبين والاجهزه الفنيه طبعا، ما نقدرش ما تفتكرش ان انا هطلع هنا اطلع مبرر، لا، بس لما نيجي نفكر بالمنطق، لا، في حاجات تانية بتاثر على الفرقه، ابرزها الاصابات الكتير جدا جدا. يا راجل ده انت امبارح في اول 8 دقايق اصابتين، اول 8 دقايق، واحد زي صلاح محسن اصاباته متكرره، واحد زي احمد عبد القادر لعيب مهم. فبالتالي انت لو مدرب باني خططك على الاثنين اللعيبه دول مثلا في الملعب وفي اول 8 دقائق اللي هو يعتبر قبل الماتش يبتدي بيتصابوا، لازم الدنيا هتتلخبط. ورغم كده وده اللي مزعل الواحد شويه يعني، انا لسه بتكلم في بعض العوامل اللي اثرت على الفرقه. انت مثلا ماتش المقصه والجونه كنت اوحش من كده مفيش، أسوأ من كده مفيش على مستوى الأداء، لكن في نفس الوقت حققت النتيجة المطلوبة إن أنت تكسب 1-0 و2-0. إمبارح كان في تحسن نسبي، الشكل كان نوعا ما أفضل، الروح عند اللعيبة كانت أعلى بكتير إمبارح، وفي نفس الوقت رحت على الجون كتير وضيعت ضربة جزاء وضيعت كرة ما تضيعش بتاعت حسام حسن والكرة بتاعت حمدي فتحي في العارضة، وما كانش في توفيق وليك ضربة جزاء، وهتكلم على الحتة دي كمان، وفي المفروض كارت أحمر للاعب المقاولين وهتكلم على الحتة دي كمان. بس عملت كل حاجة ومع ذلك ما قدرتش إن أنت تاخد التلات نقاط واكتفيت بنقطة والتوفيق ما كانش معاك خالص. وهي دي كرة القدم في الأول وفي الآخر يعني، وده اللي ممكن يكون محزن الواحد شوية، إن أنت بعد المجهود ده وبعد الروح دي بتخسر نقطتين مهمين جدا في صراع المنافسه على بطوله الدوري. لكن في نفس الوقت المؤكد ان في البعض ما قدرش ان هو يستغل الفرصه. فالعوامل قلنا اصابات، عد براحتك، عد براحتك، عناصر اساسيه مهمه مؤثره جدا جدا، وده بسبب ضغط المباريات وبسبب ان كل الفريق بيلعب كل 3 ايام ماتش، ودي حاجه مش يعني مش مفاجاه للناس، بتحصل وموجوده. هتيجي تقول لي ما هو في اوروبا والدوري الانجليزي ساعات بيضغطوا الماتشات بتاعها، هقول لك ساعات، فتره من الموسم بيبقى فيها ضغط ماتشات، اللي هي الفتره بتاعت شهر 12 واحد مثلا، اوكي، فتره من الموسم، لكن مش طول الموسم يا جدع. ده احنا طول الموسم بنلعب ماتشات مضغوطه، احنا طول الموسم اللعيبه بتاعتنا بتلعب دوري ابطال افريقيا، بطوله الامم الافريقيه، دوري، كاس مصر، كاس مصر تاني، كاس العرب، كل حاجه، كاس عالم انديه، كل حاجه، لعيبه الاهلي بتلعب في كل حته في كل بطوله. فطبيعي هتلاقي هذا الكم الهائل من الاصابات. انت بس مش تكتفي ان انت بتلعب البطوله دي، انت بتوصل للمراحل النهائيه، فعدد المباريات بيزيد، فبالتالي الاصابات بتزيد، فبالتالي الضغط بيبقى صعب، بالتالي بتواجه صعوبات كتير جدا. فدي حاجه بصراحه من الحاجات الواقعيه يا جماعه، موجوده واثرت، بس هو ده الوضع.
اتكلمنا على السلبيات عندنا في الاهلي او عن في الفرقه تحديدا يعني، واتكلمنا عن الاخطاء وكلام من ده. اللي هقوله لك دلوقتي ده مش مبرر، اللي هقوله لك دلوقتي ده مش مبرر، بس يا سيدي يا فندم بعد اذنك وانا وحش طبق العداله. انا مش عايز حاجه اكتر من كده، انا عارف ان انا وحش وعارف ان انا في اوحش حالاتي وعارف ان انا بمر بكبوه صعبه جدا وعارف ان الامور هتبقى صعبه جدا عليا، لكن في نفس الديني في نفس الوقت اديني حقي. انا هروح لفاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على موضوع التحكيم، وده مش مبرر تاني عشان الناس تقول انت تقولوا حجج. لا، احنا قلنا كل السلبيات اللي عندنا في الجزء الاول. الجزء الثاني بعد الفاصل هنتكلم بقى على السلبيات بتاعه الاخرين اللي اثرت على الفرقه مش بس امبارح، على مدار موسمين فاتوا بشكل ملحوظ. استنونا بعد الفاصل. طيب، عشان لسه فاتح التلفزيون وجايب قناه الاهلي دلوقتي، اللي انا هقوله لك دلوقتي مش مبرر ومش عذر ومش حجه. في الجزء اللي فات اتكلمنا على كل السلبيات والاخطاء اللي ممكن تكون موجوده، وبنقر يا جماعه ان احنا الفتره دي وحشين، احنا الفتره دي في أسوأ حالاتنا، احنا الفتره دي في كبوه كفريق اول لكره القدم تحديدا داخل النادي الاهلي يعني. لكن في عز ما انا وحش بعد اذنك اديني حقي، في عز ما انا وحش انا مش عايز منك غير انك تطبق العداله. حاجه صعبه؟ حاجه فيها مشكله؟ حاجه مستحيله؟ لا. هل العداله بتطبق؟ ما بتطبقش. هل الفار شايف شغله؟ ما بيشوفش. الفار ما بيشوفش، اللي هو حاجه احنا كنا ماسكين فيها بايدينا واسناننا كجماهير مصريه بشكل عام بمختلف انتماءات ان هي تكون موجوده في مصر عشان الاخطاء التحكيميه تقل. كنا فاكرين ان هي هتقل والدنيا هتبقى حلوه وزي الفل، او حتى لو في اخطاء هتبقى اخطاء بسيطه مش مؤثره، لكن لقينا العكس تماما. بقالنا سنتين في قصه الفار دي، وفي نفس الوقت مفيش اي تقدم في مستوى التحكيم ومفيش اي تطور ملحوظ، بل بالعكس في كوارث، بالعكس في اخطاء يعني تضيع مجهود سنه وسنين ممكن اي فرقه تكون بتعمله. وانا مش بتكلم على الاهلي بس مثلا، او بتكلم على اكتر من فرقه، لكن الاهلي اكتر فريق بيتاثر وبيتعرض لهذه الاخطاء التحكيميه، واكتر فريق بيبقى فيه بخل كبير قوي في انك تروح في ماتشاته للفار، بيبقى فيه كسل. انا لسه هخرج بره الملعب اروح ابص على الشاشه وعلى الفار واشوف الكره دي فعلا مش فاهم، بتحس كده والله بحس كده. تيجي تبص في الماتشات الثانيه هوب اجري يلا، يقول لك فار، روح يبص على الفار ويرجع وياخد قراره، سواء بقى قرار يغيره او يعني يوافق على قراره او كلام من ده ايا كان، بس بيروح بيستخدم الفار. لكن احنا في ماتشات الاهلي الفار ملوش لازمه. مش عارف يعني الموضوع ده هيفضل لحد امتى يعني، بصراحه الواحد مش عارف. امبارح اخطاء كارثيه، بدايه من كارت احمر للاعب المقاولين العرب ما فيهوش نقاش. شفنا حالات اخف منها في ماتشات تانية، الكارت بيطلع على طول بعد ما تروح للفار. لو ينفع يا جماعه تجيبوا لنا الصوره او اي حاجه بتاعت الكوره بتاعت حمدي فتحي. الراجل داخل بمنتهى القوة وبالاسترزات بتاعت الحذاء بتاعه فين؟ في القصبة اللي هي تعتبر أضعف المناطق في القدم يعني. فبالتالي هي دي اللقطة. أيوه بص بقى من زاوية قريبة، أدي الكرة. مش هي دي يا جماعة، مش هي دي يا جماعة، مش هي دي يا جماعة، إحنا عايزين كرة حمدي فتحي. عايزين كرة حمدي فتحي. كرة حمدي فتحي اللي الراجل دخل بأقوى ما يمكن في ساق حمدي فتحي، وكانت ممكن تجيب له إصابة قوية جدا يعني، ربنا ستر الحمد لله. ومع ذلك الكابتن محمد عادل، أو بلاش نلوم على الكابتن محمد عادل، ياما تلام الراجل، بس هنا اللوم أكتر على الفار، على الراجل اللي قاعد على الفار. فكروا لي اسمه يا جماعة، الراجل اللي كان قاعد على الفار. حضرتك يا فندم هل أنت ملم بكيفية استخدام تقنية الفار ولا إيه؟ يا نهار أبيض، يا نهار ابيض. تخيل يا سيدي الكره دي ما اتحسبتش كارت احمر، ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ فهموني، الواحد هيتجن. اهو رجله على الارض ثابته والتاني داخل باسفل الحذاء في القصبه، يعني لا قدر الله ممكن تجيب له كسر، ممكن تجيب له كسر مضاعف. الحمد لله ربنا ستر على لاعب من اللعيبه الرجاله المهمه جدا في النادي الاهلي. ازاي دي ما تحسبش طرد؟ حضرتك لو دي اتحسبت طرد ما هتفرق معايا في بقيه الماتش، مش حقي يعني، ده مش حقي ان الكره دي تتحسب طرد، ولا هو انا يعني بتكلم في حاجه مش من حقوقي، ولا حاجه مش منطقيه؟
طب يا جماعه هو بروتوكول الفار بيقول كده ولا لا؟ يعني بروتوكول الفار اللي احنا كل شويه اه بروتوكول وروح البروتوكول ومش عارف ايه، طب هو روح البروتوكول مش موجوده في دي وموجوده في حاجات تانية؟ فين هنا روح البروتوكول يا كابتن عصام؟ فين؟ نفسي افهم. ادي واحد طرد، طرد يفرق معاك في بقيه المباراه. الكره الثانيه وهي الكره اللي كانت في اخر دقيقه في الماتش بتاعت حسام حسن، ضربه جزاء علني، هي المفروض تتحسب ضربتين جزاء في لعبه واحده مجازا يعني، المفروض ضربه جزاء مش محتاجه نقاش. الراجل جايب هيقلع احمد، هيقلع حسام حسن التيشيرت بتاعه اللي هو بيقول له اقع خد رايح فين اقع. لكن في نفس الوقت الكابتن محمد علي حتى الناس في الفار ما قالوش تعالى يا كابتن بعد اذن حضرتك تعالى بص على اللعبه دي، لا ما تعبوش نفسهم. وهنا السؤال، يا ريت تفكروني يا جماعه باسم حكم الفار لو سمحتوا. السؤال هنا ايه؟ ان الراجل حكم الفار ده كحكم كم ماتش من الماتشات الكبيره؟ اهي الصوره. بص هو التيشيرت خلاص بيتقلع. ايوه كابتن مصطفى مدحت، كابتن مصطفى مدحت اللي كان موجود على تقنيه الفار. يا كابتن مصطفى مدحت بعد اذنك يا كابتن مصطفى، ازاي حالات زي دي ما تناديش فيها الكابتن محمد عادل؟ اعمل اللي عليك يا كابتن مصطفى. يعني انت ليه ما عملتش اللي عليك؟ هل ده نوع من انواع مثلا الكسل؟ هل ده نوع مثلا من انواع عدم التركيز؟ هل ده نوع مثلا من انواع عدم الالمام بكيفيه تدخل تقنيه الفيديو في بعض الحالات، وايه هي الحالات اللي ينفع تتدخل فيها، وايه الحالات تنادي فيها حكم الساحه ولا لا؟ مش عارف. لكن كرة زي دي، ده في قبليها خلي بالك قبل ما يشدوا كده كان في واحد تاني بيشد حسام حسن وهو رايح ياخد الكورة في نفس اللعبة. ومع ذلك ما اتحسبش الكلام ده، وحتى ما راحش للفار. عارف لو رحت للفار وما حسبتش هقول يا عم يمكن دي وجهة نظر، لكن ده أصلا إن أنت تروح للفار نفسه ما بتحصلش. هل ده مبرر أو بديكوا حجج؟ مش بديكوا حجج، تاني هعيدها أهو. لا إحنا وحشين. إحنا مش في أفضل حالاتنا. فرقتنا في كبوه، وباذن الله بينا كلنا وجماهيرنا باذن الله هتطلع منها باذن الله، مش هتطول. في الاهلي كبوات ما بتطولش، فدي حاجه مهمه جدا. عندي بقى ضربه جزاء بتاعت علي معلول اللي ضاعت، يا ريت لو نجيبها. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان اللاعب اللي شتت الكوره بعد ما صدها بالصعود عدى او سبق اللعيبه. اهو اهو اللي على اليمين ده، ايوه هو ده، سبق اللعيبه كلها قبل ما الضربه تتشاط، فبالتالي هو بقى عنده الافضليه انه يلحق الكوره، فبالتالي وجب اعاده هذه الضربه. ما اتعادتش ليه يا فندم؟ عشان الفار. الفار عمل ايه؟ ما ناداش الحكم. ما ناداش الحكم ليه؟ علامات استفهام كتير بقى. مش لاقي مبرر، مش لاقي سبب. اهو حسن الشامي سبق اللعيبه كلها، يعني تقريبا وعلي معلول بيشوط هو جوه المنطقه. علي معلول ضيع كرة، العظماء في العالم كله بيضيعوا ضربات جزاء عادي، ده واحد عنده يا جماعة تاريخ، وواحد مؤثر ولاعيب كبير جدا جدا. لكن يهمني دلوقتي ايه؟ اهو ادي حسن الشامي اهو ناحية اليمين زي ما حضراتكم شايفين، اهو لوحده جوه اهو بيجري، بقى عنده الأفضلية انه يلحق الكورة، وفعلا استخدم الأفضلية دي وطلع الكورة. بالتالي ايه؟ بالتالي لازم الضربة تتعاد. ما اتعادتش ليه؟ مش لاقي سبب، والله العظيم ما لاقي سبب. فهل الاهلي اتظلم تحكيميا؟ طبعا اتظلم تحكيميا. هل احنا بنطلع حجه؟ لا ما بنطلعش حجه، بس بنقول حتى حقي انا وانا في اوحش حالاتي مش طالب منك غير العداله الفير بس. ما بقولكش كسبني، بقولك اديني حقي. ده ما بيحصلش، فدي مشكله كبيره جدا. تعالى بقى للكوره اللي اتلغت، الهدف اللي اتلغى بتاع حسام حسن. هنا البعض قال لك لا هدف صحيح، والبعض قال لك هدف غير صحيح. فتعالوا نبص على الكوره تاني. ليه؟ لان ممكن الناس تقول لك اصل رامي ربيعه ضايق المدافع اللي رايح يحاول يلحق الكوره قبل ما حسام حسن يشوطها، لو في زاويه قريبه هيبقى حلو قوي. واخدين بالكم؟ انا مش شايف اي يعني مضايقه مؤثره قوي او عطلت لاعب المقاولين قوي عشان الكوره تتحسب فاول او تتحسب اوفسايد. يعني هو حضرتك الكوره اتردت من ابو السعود، اتلعبت بالهيد، جت في العرض، جه رامي ربيعه حاول يرجع، كان معاه جنبه مدافع المقاولين، عطله في ايه؟ انا مش عارف. شده؟ لا. عمل عرقله مثلا ووقعه؟ لا. تدخل بعنف؟ لا. طب ليه ما اتحسبتش؟ برضه ما اعرفش.
برضو ما اعرفش. هل الاهلي ظلم تحكيميا بالامس؟ مؤكد مؤكد، لكن في نفس الوقت انا برضو مش بقول لك حجج، بقول لك ان احنا في اوحش حالاتنا. تاني انا بعيد الكلام عشان الناس اللي بتقعد تقطع الكلام وتقعد تقول لك بص بيتحججوا وبتاع، لا احنا وحشين، احنا مش في افضل حالاتنا، احنا فرقتنا بتمر بكبوه واحنا اللي هنرجعها، وجمهور النادي الاهلي العظيم هو اللي هيرجعها وهو اللي هيفوق الفرقه. لكن في نفس الوقت احنا مش طالبين غير حقوقنا يا جماعه في الملعب، ابسط حاجه في الدنيا. خلينا نروح لفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف ازاي الناس على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه تناولوا تعادل الاهلي بالامس امام المقاولون العرب. نبتدي بالوطن الرياضي وحسام على فيسبوك، وقالوا لجنه الحكام تنفي اعتداء سيد عبد الحفيظ على حكم الفار بعد مباراه المقاولون. ويا جماعه الكابتن سيد اذكى من كده يعني، يعني مش اكيد مش هيروح ويعتدي على تقنيه الفار، هيستفاد ايه ما يعمل كده يعني؟ فهتلاقوا اشاعات كتير جدا بتطلع على النادي الاهلي بشكل عام، مش كابتن سيد بقى بس مثلا ولا فلان ولا علان، هتلاقوا اشاعات كتير جدا، وفي بعض هيستغل الكبوه اللي فيها الفريق عشان يثير عدد هائل من الازمات والمشاكل وعدد هائل جدا جدا من الاشاعات الغير حقيقيه، فالكلام مش حقيقي يعني. الحاجه الثانيه او الخبر الثاني اللي هنتكلم فيه هو من حساب يلا كوره على تويتر، بيقول لك ان في مصدر قال لهم ان سواريز يدرس اعاده رباعي الشباب لتدريبات الاهلي، اللي هم مين؟ محمد نصير واحمد عبد النبي ومحمد اشرف وصالح نصر، وده عشان ينضموا لتدريبات الجماعيه خصوصا في ظل نقص العدد. يعني انت الماتش الجاي هيبقى عندك غياب حمدي فتحي وكريم فؤاد بسبب الانذارات، بيتضاف عليهم احمد عبد القادر وصلاح محسن بسبب الاصابات، فلازم اكيد يعني نستعين ببعض العناصر الشابه. نروح لخبر اخر، كريم فؤاد يغيب عن مباراه الاهلي المقبله امام فاركو يوم الاربعاء لحصوله على الانذار الثالث. بالمناسبه كريم من الناس اللي استغلوا الفرصه في وجهه نظري يعني، يعني عمل ماتشين ثلاثه كويسين ولعيب واعد جدا جدا كظهير ايمن، فللاسف برضه هيغيب بسبب الاصابات. نروح لكره بلس، فحص طبي لثنائي الاهلي تحديد موقفه من المشاركه في المباريات القادمه، والامور هتتضح اكتر بشكل او بشكل اكبر بكره باذن الله لما الفريق يستأنف تدريباته، والفريق النهارده اجازه بعد قرار من الجهاز الفني وبعد التعادل بالامس مع فريق المقاولون العرب. نروح للوطن سبورت، محمد شريف يتلقى عرضا من الشباب السعودي وينتظر جلسه حسم مع اداره الاهلي. بصوا يا جماعه موضوع العروض ده، في كل لاعب بيبقى عنده وكيل، فالوكلاء شغلهم ايه؟ ان هم يسمعوا اي عروض بتيجي لاي لاعب من اي حته حتى لو اللاعب ده عقده مستمر، فده دي شغله الوكيل، يقعد يسمع ويشوف وايه الافضل وايه الدنيا تمشي ازاي، طب افرض احنا مش هنكمل في الاهلي، افرض احنا نروح حته ثانيه، فيبقى عاملين حسابنا. فمن الوارد جدا يكون في عروض بتروح للوكيل محمد شريف، لكن اللاعب مركز وموجود مع النادي الاهلي، هو الفتره دي مصاب، هو لاعب مهم، واكيد الفتره الجايه الامور هتتضح بشكل اكبر، ومفيش اصلا كلام على رحيله هذا الموسم يعني، مع عنصر من العناصر الاساسيه ومهمه جدا بالنسبه للفرقه. خلينا نروح لخبر اخر، وده من كوره 11 وحسابه على تويتر، وبيقولوا وسط اغتيال الاصابات للمارد الاحمر وحاله الترنح التي يعيشها الفريق، 11 لاعب خارج الاهلي في الموسم القادم من اجل تصحيح الاوضاع. هنا بقى بيتكلموا ايه؟ هقول لك بقى على حاجه، نركز معايا في الخبر اللي زي ده، ممكن بقى الناس تقول لك ايه؟ هم ال 11 لاعب اللي مكتوبين دول هم اللي هيمشوا، الكلام ده يا جماعه غير حقيقي. الكلام ده يا جماعه لم يحسم ولن يحسم في الفتره الحاليه، ليه؟ الاهلي لسه عنده ماتشات، الاهلي لسه بينافس حتى لو الفرص قليله، بس انت بتحارب للاخر، بتعمل كل اللي عليك. فهنا تطرقوا لعدد كبير جدا من الاسماء من غير حتى ما اقول الاسماء، لكن من المؤكد ان مش كل الاسماء دي بره الاهلي، صعب جدا صعب جدا. فنخلي بالنا هتلاقوا اخبار برضو زي دي كتير جدا، الناس حقها ان هي تجتهد، الناس حقها ان هي تتوقع، الناس حقها ان هي تستنتج، الناس حقها ان هي تشوف في المعطيات وبالتالي تطلع نتائج عليها وبالتالي تقول اخبار، هي دي الشغلات. لكن في نفس الوقت مش كل الناس دي اللي مكتوبه قدامي في الخبر هم اللي هيمشوا، زي الخبر اللي جاي ده مثلا. قال لك ايه؟ قال لك الاهلي بيفكر ان هو يستغني عن طاهر محمد طاهر، ده من المصري الرياضي. طب ازاي؟ طاهر اللي هو كان ابرز عنصر في النادي الاهلي قبل ما يتصاب مباشره، ابرز عنصر، واحد من اللعيبه اللي ابتدوا يندمجوا هذا الموسم مع النادي الاهلي بشكل اكبر، وده تاني موسم ليه مع النادي، اول موسم ما كانش في الفورمه قوي او ما كانش مؤثر قوي، لكن السنه دي في فترات طويله ومهمه جدا كان مؤثر فيها طاهر. طاهر في نهائي دوري ابطال افريقيا كان احسن لعيب في الفرقه، طاهر في مباراه بيراميدز بتاع الكاس كان احسن لعيب في الفرقه، طاهر في عدد متتالي من المباريات كان احسن لعيب في الفرقه في الفتره دي، كان بيلعب بمنتهى الروح والاصرار.
في الاول وفي الاخر ده طبعا قرار نادي، لكن طاهر موجود الدنيا مستقره بالنسبه له في اعتقادي الشخصي يعني، او طبقا للرؤيه الواضحه بالنسبه لنا. ممكن اي حاجه تحصل، ممكن اي حاجه تحصل حتى لو اللعيب انت متخيل ان ده واحد ضامن مكانه في النادي الاهلي، في الاهلي ما حدش بيضمن مكانه، لكن هتلاقوا برضو اخبار زي كده كتير يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. خلينا ناخد بعض الاخبار المحليه بشكل سريع ونبتدي بيلا كوره. حسام على تويتر اللي بيقولوا ان في مصدر باتحاد الكوره قال لهم ان ميكالي ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الاولمبي، وان طبعا المدرب البرازيلي ده اللي قدر انه يقود المنتخب الاولمبي البرازيلي في ريو 2016 في الاولمبياد للميداليه الذهبيه، وفي وجهه نظري يعني ترشيح كويس جدا، واحد عنده خبرات بالتحديد في المرحله العمريه دي بالنسبه للاعبين، فده امر يكون ايجابي بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي. نتمنى كل التوفيق في انه لو الراجل جه يكون موفق مع منتخبنا، لكن فكره جيده في الحقيقه يعني. المصري الرياضي بيتكلموا على ان اقامه فيتوريا تكلف اتحاد الكوره 50,000 جنيه شهريا، ماشي مش يعني مش قصتنا او مش مشكله بالنسبه لنا. الاتحاد المصري لكره القدم حسام على تويتر بيقول الاتحاد الافريقي لكره القدم يعلن تاجيل مباريات الجولتين الثالثه والرابعه من تصفيات كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 2023، يتم ترحيل مباراتي مصر امام ملاوي لمارس 2023. وانا بشوف ان دي فرصه كويسه جدا لفيتوريا بما انه مدرب جديد، فيقدر ان هو يعني يستعد بشكل افضل يعني. في الجول وحسابهم على تويتر بيقولوا يعني ان خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي اعلن في بيان رسمي انه خلاص ان مفاوضاته مع الاتحاد المصري بخصوص تولي المنتخب الاولمبي فشلت. وانا بشوف يعني عادي ان هو المفاوضات تفشل، اعتقد ده افضل بالنسبه لمنتخبنا، هو مدرب كويس وكل حاجه، لكن نقدر نجيب مدربين افضل من كده يعني. ده كان الترند المحلي. خلينا نروح للشق العالمي واخر واهم الاخبار العالميه، خصوصا مع يعني اقتراب بدايه الدوريات في اوروبا. حساب سكواكا على تويتر بيقول ان محمد صلاح يسجل لاول مره في كاس الدرع الخيريه رغم المشاركه فيه 3 مرات قبل كده 19 20 و 2021، لكن نجمنا المصري العالمي محمد صلاح عمل مباراه كبيره جدا، جاب عمل اسيست لارنولد في الجون الاول، جاب الهدف الثاني، الهدف الثالث كمان مشارك فيه بتاع نونيز الوافد الجديد، فبدايه وانطلاقه مميزه جدا لمحمد صلاح للموسم الجديد. ان شاء الله باذن الله يكون موسم قوي وناري من محمد صلاح. على الجهه الاخرى نجمنا المصري الكبير جدا والمميز جدا المحترف في تركيا بيحتفل، وهو محمود حسن تريزيجيه بيحتفل بكأس السوبر التركي في أول مباراة أوروبية ليه، فبالتالي شيء مهم جدا. نتمنى طبعا لتريزيجيه دايما كل التوفيق، وهو واحد من العناصر المميزة جدا جدا في منتخبنا الوطني، كمان واحد يعني لاعب كان سابق في النادي الأهلي. امبارح برضو كان يوم جيد بالنسبه لمحترفينا، لان مرموش، وده من خلال حساب ولفزبورغ على تويتر، واللي بيتكلموا على ان مرموش قدر ان هو يجيب الهدف، هدف الفوز في الدقيقه 92، واشادوا بمرموش في دور ال 64 لبطوله كاس المانيا عشان يتاهل لدور ال 32، فجاب هدف بالراس جيد جدا يعني. طيب بما اننا لسه بنتكلم عن محترفينا، فكوره 11 على تويتر بيقول ان في محترف مصري جديد في بلاد البوندسليغا يقترب من قائمه الفراعنه برعايه فيتوريا. عندنا لاعب اسمه محمد طلبه، محمد طلبه تمكن من المشاركه مع فريق اول لبوخم الالماني في المباريات الوديه قبل بدايه الموسم الكروي الجديد، وبيقال ان هو لاعب مميز جدا ومدافع كويس جدا، عنده 18 سنة، ومن الوارد جدا ان هو يكون موجود مع منتخبنا ومع فيتوريا في المراحل المقبله، وبيشبهوه او بيلقبوه بصخره دفاع المانيا يعني، فحاجه مبشره جدا، واحنا اكيد لازم نستفاد من العناصر الشابه المحترفه في الدوريات الاوروبيه عشان يكونوا اضافه لمنتخبنا. اخيرا الكينج او باشا كينج، الكينج دي بتاعت صلاح يعني، لكن الاسطوره رونالدو بيشارك وبيظهر مع مانشستر يونايتد في مباراه رايو فايكانو النهارده، المباراه الاستعداديه للموسم الجديد، وبكده زي ما حساب مانشستر يونايتد جايب قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين الفيديو كده لقطات لرونالدو وهو داخل الاولد ترافولد عشان يشارك في هذه المباراه، هو فعلا شارك في المباراه اللي بتلعب في هذه اللحظات وانا بكلمكم، فبالتالي رونالدو خلاص اصبح مستمر مع مانشستر يونايتد بعدما فشل في الانتقال لفريق يكون بيلعب في الشامبيونز ليج، وده كان هدف بالنسبه لرونالدو مهم جدا.
مشاركات حضراتكم لسؤال الحلقه واسباب تعادل الاهلي امبارح. عمرو منصور خليل قال: الاجهاد النفسي والبدني، الضغوط النفسيه، تغيير الطريقه والاسلوب، والغيابات، فساد المنظومه الرياضيه، وخاصه التحكيم. رايه كريم قال ايه؟ الاصابات في اول المباراه اثرت بالسلب على مجرى المباراه، واثرت على السيناريو اللي كان المدرب وضعه للمباراه. الاهلي لا يستسلم الا مع صفره النهايه. كلام مهم جدا جدا. ان شاء الله اكيد الاهلي هيواصل سعيه نحو المنافسه على البطوله، ايا كانت الظروف وايا كان الوضع الحالي بالنسبه للفريق، وايا كان شكل المنافسه في المرحله الحاليه. لكن كل شيء وارد في الكوره. نتمنى كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في هذه البطوله. ده كان تفاعل حضراتكم معنا، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.